بعد إخفاق مشاورات جدة، هل انتهى الأمر بتسليم عدن للانتقال؟ لماذا خفتت نبرة الاحتجاج حول ما حدث في عدن؟ هل سيؤول الانقلاب في عدن لذات مآلات انقلاب صنعاء؟ لماذا لم تحقق الشرعية أي اختراق في أي من الملفات العالقة؟ أهلا بكم. رغم ما يقوله نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ عبد العزيز جباري، إن الشرعية لن تتحاور مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وإنها قادرة على استعادة العاصمة المؤقتة، إلا أن ركون الشرعية على الموقف السعودي يؤكد أنها تذهب بعيدا في رهانها. فعلى الخارطة اليمنية بدأت التشكيلات المسلحة تحركها الهواجس والأطماع، خصوصا بعد أن توقفت جبهات الشرعية وتحول الصراع إلى العمق السعودي. في اللحظة الأخيرة يحذر فيها المبعوث الأممي لدى اليمن من تقسيم اليمن ويطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل. يبدو أن رهان الشرعية اليمنية على السعودية أصبح حجر عثرة أمام أي خطوة قد تتحقق على الأرض. فعدن لا تزال بيد الانتقال منذ قرابة شهر، وصنعاء بيد ميليشيا الحوثي منذ 5 سنوات، والشرعية ذاتها بلا أرض، بلا عاصمة، بلا قرار. في إحاطته أمام مجلس الأمن، حذر المبعوث الأممي من خطر يهدد وجود اليمن ويوشك على تجزئته، معتبرا ذلك تهديدا كبيرا للاستقرار في المنطقة. في اللحظة التي يرتقب اليمنيون مآلات انقلاب عدن بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع جدة المرتقب باعتباره محطة مهمة في مسار الأزمة اليمنية. تصريحات نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري أكدت أن موقف الشرعية حكومة ورئاسة من انقلاب عدن لا يزال ثابتا إزاء رفض أي نقاشات أو حوار قبل إزالة آثار الانقلاب القائم. لا شيء إذن يلوح في أفق الأزمة الجديدة سوى أن هناك حالة من التطبيع مع الأمر الواقع الذي يسيطر فيه حلفاء الإمارات على عدن ومحيطها، في مقابل وقف أي تصعيد باتجاه شبوة أو حضرموت. يؤكد جباري أن مفاوضات جدة انتهت ولم تحدث من أساسها، وأنه لا وجود ولا صحة لأي حديث عن تعديلات حكومية، وعليه يبدو أن الشرعية رمت بكل ثقلها للجانب السعودي، وهو موقف يعده الكثير بمثابة سوء تقدير لحساسية الموقف. فالسعودية اليوم تخوض معاركها وحيدة بعد تخلي الكثير من حلفائها عنها، رغم التقليل من الآمال بشأن ما يمكن أن ينتج عنه حوار جدة، إلا أن تعثره يكشف عن محطة أخرى قد تطيل مدة الأزمة اليمنية وتزيد من تفاقمها. الحكومة الشرعية أصدرت بيانها حول التصعيد الإماراتي العسكري الأخير بعدن، وطالبت برحيل الإمارات، لكن على الأرض ما يقوله الانتقالي شيء آخر. فسقطرى تبرز كواجهة جديدة للأحداث وسط صمت حكومي مريب، فيما يحارب محافظ المحافظة رمزي محروس وحيدا. وعلى القرب من ذلك يقول مراقبون إن الوضع في محافظتي شبوة وأبين لا يزال مرشحا للانفجار، إذ لم تدر الشرعية معاركها دون انتظار تدخل الرياض. يبدو أن الإمارات عازمة على تنفيذ أجندتها، فهل سترضخ الشرعية أم ستدفع بثقلها على الأرض؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الدكتور عادل دشيلة الباحث السياسي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. بداية مساء الخير دكتور عادل. أهلا بك. إذا حوار جدة بين الحكومة والانتقالي على ما يبدو أنه فشل، ما الأسباب برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو فاشل منذ اليوم الأول حوار جدة على أي أساس؟ يعني هل جاء هؤلاء وكانوا منذ البداية يريدون حوارا حقيقي من أجل الأمن وسلامة البلاد؟ لا، هم جاءوا من أجل إحراز أي تقدم سواء سياسي أو عسكري. يعني هم انقلبوا في البداية في عدن على أساس أن يكونوا يبسطوا صدرتهم على الأرض، ثم بعد ذلك يفرضوا شروطهم على الحكومة الشرعية. اليوم يعني الإمارات العربية المتحدة التي تتحكم في هذه الميليشيات في جنوب اليمن، هل هي جادة في أن يكون هناك حوار حقيقي من أجل الأمن ووحدة واستقرار البلاد؟ يعني من جانب هي تحشد في شبو في 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 في, في أبين، والآن تريد التفجير الوضع عسكريا في حضرموت،
وهي تتحاور داخل جدة مع الحكومة السعودية وترفض الحوار مع الحكومة اليمنية أو تواجه الحكومة اليمنية. إذن هو فاشل منذ البداية. الحوار لا يعول على هؤلاء منذ البداية. يعني كانت التصريحات السعودية متناقضة، في اليوم الأول أصدروا بيان مع الحكومة اليمنية، وفي اليوم الثاني اجتمعت اللجنة الإماراتية السعودية وأصدرت السعودية بيان باسم التحالف، يعني ومن جهة يريد استرضاء الإمارات. نحن الآن ينبغي أن نفهم جيدا بأنه الخلاف الآن الخلاف سعودي إماراتي، والضحية هم أبناء اليمن. أما بالنسبة لهذه الميليشيات المتمردة فهي عبارة عن عصابات مسلحة، عبارة عن عصابات سطو، وأيضا عبارة عن عصابات أرادت أن تفرض أمر واقع بقوة النار داخل عدن، ومن يتحكم فيها هو المخابرات الإماراتية. إذن الإمارات العربية المتحدة ترفض الحوار منذ اليوم الأول، والكل يعرف ذلك، ورأينا التصعيد الحكومي منذ البداية أن الإمارات العربية المتحدة لا تريد الحوار ولا تريد الأمن. ولو كانت تريد الحوار وتريد السلام والاستقرار ما ضربت الجيش اليمني وصار أكثر من 300 يعني شهيد وجريح في تلك الجريمة الشنعاء التي عرفها العالم وراها العالم أجمع. نعم. إذن مسؤولون في الحكومة قالوا إنهم رفضوا الجلوس مع الانتقال على طاولة واحدة، والميسري ربما قال أيضا نتحاور مع الإمارات وليس أدواتها. إذن برأيك إلى أين يمكن أن تمضي الأمور؟ يعني تقريبا قرابة شهر الآن منذ حدوث الانقلاب الثاني في عدن، والوضع لا يبدو أنه يمضي إلى اتجاه. طبعا هناك عدة سيناريوهات. نعم. السيناريو الأول قد ربما يعني الآن إذا صح التعبير بأنه فشل الحوار السياسي، معناته ذلك أنه ال- 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 الخطوة القادمة ستكون التصعيد العسكري. التصعيد العسكري هذا هو أحد السيناريوهات المتوقعة. بعد السيناريو الآخر قد ربما أنه إذا تدخلت الحكومة السعودية بين هذه الأطراف أن كل طرف يمسك المكان أو يتوقف في المكان الذي وصل إليه، بحيث أن تبقى هذه الميليشيات المسلحة في المناطق التي سيطرت عليها سواء في بعض مناطق أبين وأيضا لحج وأيضا عدن، وأن تبقى الحكومة اليمنية في حضرموت وأيضا في جبوة، وأن تبقى أيضا الميليشيات الحوثية في الشمال وما إلى ذلك. إذا استمر هذا السيناريو معناته تفكيك اليمن إلى دويلات متناحرة، وسيكون هناك لدينا أكثر من 5 أطراف تسيطر على المشهد عسكريا، وكل طرف يتحكم به دولة إقليمية. لذلك هذا السيناريو الآخر، سيناريو التقسيم على وأن تكون الأطراف الإقليمية هي من تسيطر على المشهد، بحيث أن تبقى هذه الأدوات بيد دول الإقليم. نحن نعرف أن الإمارات لديها أدوات سواء في غرب اليمن أو في جنوب اليمن، نحن نعرف أن إيران لديها أدوات، ونحن نعرف أن السعودية تريد أن تحافظ على أمنها القومي وهي تعمل حكومة شرعية. هذا سيناريو آخر، أن كل طرف يعني يوقف في المكان الذي وصل إليه عسكريا. طبعا السيناريو الذي في الثالث قد ربما أن يكون هناك يعني أن يستمر مرحلة ألا سلم ألا حرب، أن لا غالب ولا مغلوب. أيوة لا غالب ولا مغلوب، لكن في حالة لا غالب ولا مغلوب نحن نعرف في تاريخ الحروب الأهلية أنه إذا تغلب طرف على الطرف الآخر هنا يمكن أن نرى حوار سياسي حقيقي وأن نرى مصالحة وطنية، أو أن يكون هناك طرف ثالث يأتي ثم يصلح بين هذه الأطراف ويمسك بزمام الأمور وتجرى مصالحة وطنية. حتى اللحظة لا يوجد غالب أو مغلوب في الساحة، أي أن كل طرف يعني متمسك ببعض المناطق، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك انتصار عسكري ما دامت الأطراف الإقليمية لا تريد ذلك. نعم. إذن يعني هناك أيضا من يرى يعني بهذا الاتجاه أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة والانتقال ترتبه الرياض، بحيث يفضي إلى تنازلات من كلا الطرفين، بحيث تتنازل الحكومة عن يعني إبعاد الانتقالي، على العكس تشركه في حكومة قادمة وتقيل بعض الوزراء الذين يقفون ضد المشروع الانتقالي، بمقابل أن تتوقف أو يتوقف الانتقالي على التصعيد ويسمح بترتيبات أمنية تعيد الحكومة إلى عدن. هل تتوقع أن يعني يحدث مثل هذا الشيء؟ هذا إذا أراد السعوديون أن يحدث هذا السيناريو فعليهم أن يضغطوا على الجانب الإماراتي. حتى الآن
هذه الميليشيات المسلحة قد ربما تقبل بأن تشارك في أي حكومة مستقبلية، ولكن ستظل متمسكة ما يسمى بتقرير المصير وما يسمى بأن يكون هناك استقلال. قد ربما أن تضغط هذه الإمارات العربية المتحدة على هذه الميليشيات المسلحة أن تقبل بأي يعني أن المشاركة السياسية في الحكومة، ولكن أن تبقى في الميدان، أن تظل أسلحتها وميليشياتها المسلحة تسرح وتمرح، أي أن الوضع بالمفهوم الأول الإمارات العربية المتحدة قد ربما تفرض على هؤلاء شروطها وتقول لهم بأنه الوقت غير مناسب لإعلان الانفصال، وبالتالي هذا ليس من صالح اليمن، معناته أنه يعني فقط تأخير الصراع إلى أجل غير مسمى، ومن ثم يتفجر الصراع من جديد. إذن كل السيناريوهات المطروحة على الطاولة، سواء التصعيد العسكري أو سواء الحوار السياسي مع هذه الميليشيات، أو سواء أن يظل كل طرف يبسط سيطرته على المناطق التي يتواجد فيها، كل هذه السيناريوهات مطروحة على الطاولة، ولن يكون هناك انتصار عسكري على الإطلاق لأي طرف، لأن الدول الإقليمية هي من تحرك في المشهد العسكري. نعم. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الصحفي أحمد ماهر من القاهرة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. النور عليك وعلى كافة المشاهدين. أهلا بك. إذن عدن تقريبا منذ شهر مع الانقلاب أو منذ الانقلاب، ونود أن نعرف أو تضعنا في صورة الوضع في عدن ولحج والمناطق التي يسيطر عليها الانتقالي. عدن والمناطق التي الآن تحت سيطرة المجلس الانتقالي لا يوجد فيها أي جديد، لم يقدم إلى حد الآن المجلس الانتقالي أي جديد لهذه المحافظات غير مداهمة بيوز المعارضين لهم وترحيل أكثر أعضاء الحكومة أو المؤسسات الإدارية أو حتى القيادات الأمنية التي كانت في عدن، الذي هم بالأساس جنوبيين بالأساس، غادروا عدن بسبب بطش الانتقالي، التصرفات الصبيانية الذي يقوم بها، حتى وصل إلى القتل جرائم كثيرة وقعت في العاصمة المؤقتة عدن، كان من أهمها قتل شقيقة الأصغر للعميد جنكيز خالد قائد لؤنغ العام. الوضع في عدن الخدمات هي غير مستقر، هناك أزمات متكررة وحتى في ملف الكهرباء وفي نعم. ما الذي ينتظر الانتقالي برأيك؟ يعني هو أراد أن يسيطر على عدن ليكون هو الحاكم، ولكن عمليا لا يتحرك وفق ذلك، ما الذي ينتظره؟ الانتقالي يملك السلاح الذي سرق له من الإمارات، استطاع أن يسقط عدن، ولكن لا يمتلك العقلية الإدارية التي يستطيع من إداره من خلال إدارة الدولة. لن يستطيع إدارة الدولة وهو يتصرف بهذه العقلية، بل حتى لا يمتلك كوادر لقيادة المؤسسات الموجودة في عدن، بل حتى لم يسمح للمؤسسة الخدمية عدن التي مختلفة معه سياسيا. الانتقالي حارب الكوادر الفكرية والسياسية الموجودة في عدن، والانتقالي صنع لنا محافظة منكوبة من غير منطقية. فعندما يعين الانتقالي عامل بويا كان سابقا في السعودية مديرا لصحيفة 14 اكتوبر العريقة، فلا نتخيل ان هؤلاء يستطيعون ادارة الدولة او السيطرة على الدولة او حتى مساعدة الناس في عدن. الوضع الخدمي في عدن اصبح سيء جدا، اكثر المدراء والوكلاء والذين غادروا عدن بسبب هذه التصرفات، بسبب الاعمال الانتقالي، بسبب بطشهم في عدن، ولم يبقى احد في عدن الا المؤيد لهم، اما المخالفين لهم غادروا، حتى بيوت الصحفيين والناشطين السياسيين لم يسلموا منهم، هناك ناشطين واعلاميين كثير تم مداهمه منازلهم في العاصمه المؤقته عدن، وحتى السياسيين، حتى مدراء المديريات، اما ان تكون تابع المجلس الانتقالي سياسيا ومؤيد لاعماله الميليشاويه، او تصبح مطرود من عدن او انه مسجون. هناك تصرفات غير طبيعيه لهذه في عدن، والوضع اصبح صعب جدا بالنسبه للمواطنين، المواطن لا يامن على حياته في عدن لان هناك لا يوجد دوله ولا يوجد رجال امن، حتى المؤسسه العسكريه للجيش او للامن الموجوده في عدن غير تابعه للوزاره، بل هي تابعه لمجموعات ميليشيات خارجه عن نطاق الدوله، لا تستطيع ان تشتكي من ظلم وقع بك، ولا تستطيع ان تستقضي من عمل حدث لك في عدن، لانت في ظل حكم ميليشيا خارجه عن نطاق الدوله، لا تتعامل بالقانون ولا باللوائح ولا حتى بالاعراف القبليه، هناك قتل غير مبرر، هناك اعتداءات غير انسانيه، بل حتى مواقع دوليه ومنظمات ادانت هذه الاعمال ونشرتها في نشرات رسميه،
لأن هناك انتهاك لحقوق الإنسان في عدن، ومن ينكر هذا يكون جاحد. حتى مدراء الشرطة الذين مختلفين سياسيا مع مجلس الانتقالي تم محاربتهم. لن يبقى أحد، لم يبقى أحد في عدن غير مؤيد المجلس الانتقالي إلا تم محاربته، وخاصة من أبناء أبين وشبوة الذين تعرضوا إلى عمليات ظلم وتقهير كثير في العاصمة المؤقتة عدن. ولكن إلى حد الآن يتم استعمال صوت العقل وصوت المنطق، وإلى حد الآن نحن نتعامل معهم كأخوة، ولكن التصرفات الغير منطقية التي يقوم بها المجلس الانتقالي سوف تعود سلبا عليه. حتى أبناء الجنوب والمحافظات الجنوبية وعدن يستنكروا هذه الأعمال، بل أصبحوا غير راضيين على تصرفات المجلس الانتقالي وشعبية المجلس الانتقالي التي تتناقص يوما فيوما. حتى دولة الإمارات التي دعمتهم عسكريا إلى حد الآن لم تستطيع أن تدعمهم في مجال الخدمات، بل حتى وقود الكهرباء لم توفر للمجلس الانتقالي. الشحنات التي جاءت فيها الحكومة لتغطية العجز في عدن لم تستمر أسبوع واحد وقد ذهبت، لا نعلم أين ذهبت وكيف صرفت وكيف تعاملت بها. سابقا كان وزير الكهرباء ينزل يوميا إلى المؤسسات التابعة للكهرباء ويتفقد المحطات، لكن الآن لا يوجد مسؤولين ينزلوا إلى المحطات لأن كل الوزراء والمسؤولين غادروا من عدم بسبب تصرف المجلس الانتقالي، وتبقى مجموعة من البلاطجة التابعة لهم الذين يشرفون على هذه الأعمال. نعم، إذن في صنعاء مشرفين تابعين للحوثيين، هناك في المحافظة الجنوبية مشرفين تابعين للمجلس الانتقالي يقومون بتصرفات غير أخلاقية ويعطلون مصالح الدولة. نعم، إذن برأيك ما هي الأوراق التي يفترض أن تستخدمها الشرعية لإعادة عدن لحضن الدولة؟ الشرعية هي التي تمتلك القرار، والشرعية هي التي تمتلك الأحق بالعودة إلى عدن والعودة إلى صنعاء. لابد للشرعية والرئاسة اليمنية أن تحزم قرارها في عودتها إلى عدن. لابد أن تطالب بأعلى صوتها بإخراج دولة الإمارات من التحالف العربي. وجود دولة الإمارات وهي معارضة للسياسة اليمنية ومخترقة أساسا للسيادة وتريد أن تحتل المحافظة الجنوبية غير مقبول، بل هو مرفوض رفضا باتا. التحالف جاء من أجل إعادة الشرعية ولم يأتي من أجل تقسيم اليمن في المحافظات الجنوبية. عليهم أن يتخذوا موقفا واضحا من دور الإمارات في عدن ومن تصرفاتها، هم المخولين شعبيا الرد على هذه التصرفات. نحن لسنا ضد الإمارات ولا ضد التحالف، بل أشدنا بهم سنوات. أنا شخصيا من الأشخاص الذي كنت أشيد بالتحالف سنوات ومنها حتى الإمارات، لكن التصرفات التي تحدث الآن في العاصمة المؤقتة عدن وأبين غير مقبولة بل مرفوضة. نحن نسعى إلى بناء اليمن لا نسعى إلى تدميره، ومن يسعى إلى تدمير اليمن وتمزيقه فهو غير مقبول ومرفوض للشعب وحتى للحكومة. على الإمارة أن تستمع إلى خطابة الحكومة ورئاسة الجمهورية اليمنية وأكثر الوزراء الذين اعترضوا على هذه الأعمال، بل حتى المواطنين في عدن عليهم أن ينصفوا هؤلاء الشعب. التدخل في السيادة اليمنية واختراق أهداف التحالف الذي جاء اليمن من أجلها شيء مرفوض، وعلى الإمارات مراجعة أعمالها التي تقوم بها في عدن ومنها تمويل ميليشيات المجلس الانتقالي. لسنا ضد أي حوار سياسي، نحن معه، ولكن استخدام القوة فرضه في عدن ومحاربة الناس في ملف الخدمات وطرد الحكومة الذي تعمل من أجل الناس مرفوض جدا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد ماهر، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. إذن تعقيبك على ما طرحه الأستاذ أحمد من خلو عدن عمليا من كل معارض لسياسة الانتقالي، إما أنه طرد أو خرج بنفسه هاربا من سوء الوضع ومن الاعتقالات التي تحدث. طبعا هذه الميليشيات المناطقية لا تحمل فكرة الدولة. في أي بلد تنشأ عصابات مسلحة خارج إطار القانون من الطبيعي أنها يعني تسفك الدماء وتقتل الأبرياء وتعتقل الأبرياء، ونحن نعرف تاريخ هؤلاء جيدا في الثمانينات والسبعينات، الجبهة القومية وأحداث يناير وما إلى ذلك، الحروب المناطقية. هذه عصابات مناطقية، ميليشيا مسلحة لا تفهم لا لغة القانون ولا حقوق الإنسان، تضرب بكل الأعراف والعادات والتقاليد والقيم الإنسانية النبيلة عرض الحائط.
من الطبيعي أن تبقى عدن عبارة عن يعني عبارة عن مدينة أشباح أو عبارة عن جغرافيا أو جغرافيا كارثية بسبب هذه الميليشيات المسلحة. الإمارات العربية المتحدة منذ اليوم الأول كانت تحاول أن يكون هذا السيناريو داخل عدن منذ أن دخلت ضمن عاصفة الحزم في العام 2015، لأنه ليس من مصلحتها أن يكون هناك أمن واستقرار داخل عدن، لأنه إذا وجد النظام والقانون والاستقرار معنى ذلك أنه لن تستطيع الإمارات أن تتحكم في المشهد لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا سياسيا. ولذلك من الطبيعي، هذه نتيجة طبيعية لما يحصل اليوم في عدن. ولا حل ولا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بعودة مؤسسات الدولة، وأيضا تثبيت الأمن والاستقرار، وأيضا يعني تفعيل دور المؤسسات الحكومية بما في ذلك النيابة والقضاء وما إلى ذلك. الإمارات ترفض ذلك، ولذلك اليوم قد ربما أن يحصل في عدن أكثر مما حصل ما هو حاصل الآن. نحن أمام السيناريوهات كلها مفتوحة، ونحن يعني قد ربما لا سمح الله أن يكون في المستقبل موجة عنف أخرى يعني على أسس جهوية ومناطقية، وقد ربما أن يتفجر الصراع في عدن. الآن هناك حشد، تم سحب ميليشيات مسلحة، يعني الآن حسب ما يعني ما وصلتني المعلومات بأن الإمارات العربية المتحدة تنسق مع الحركة الحوثية وسحبت بعض ما يسمى باللجان بالميليشيا أو ما يسمى بلواء عسكري من المناطق الجنوبية، سحبت إلى أبين وتريد أن تقتحم شبوة. إذن الإمارات العربية المتحدة تحاور في جدة مع الحكومة السعودية وتعد العدة داخل أبين لاقتحام محافظة شبوة، وتريد أن تفجر الوضع عسكريا داخل حضرموت. نحن أمام دولة لا تحترم القانون ولا على ماذا تركن الإمارات أستاذ؟ الإمارات العربية يعني هي هذا الدعم الواضح، يعني الأستاذ صالح الجباني يتهم الإمارات بتسليح المتمردين الانتقاليين عبر موانئ البلد في عدن وغيرها، يعني هناك تجاهل كامل للشرعية، للمجتمع الدولي، للعديد من الأشياء. يعني كما قلت هي ماضية في تقسيم البلد رغم أنها تحاول الحوار في السعودية وما إلى ذلك. طبعا الإمارات العربية المتحدة هي دولة وظيفية، هي دولة صغيرة تقوم بدور وظيفي في المنطقة، ومن يحركها هو صانع القرار العالمي سواء في بريطانيا أو في أمريكا. المشهد الآن خرج من أبناء اليمن في اليمن، أصبحت اليمن مسرح العمليات ولتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. اليوم لدينا أطراف دولية تريد أن تنفذ استراتيجيتها وتريد أن تنفذ أهدافها على حساب الأبرياء وعلى حساب الضعفاء في هذه البقعة الجغرافية في اليمن. الإمارات العربية المتحدة ستمشي في مخططها وستذهب يعني إلى أبعد مما حصل. لماذا؟ لسبب بسيط، لأن الإدارة الأمريكية وأيضا الأوروبيين بما في ذلك بريطانيا متماهين مع الإدارة الإماراتية. لو حصل ضغط أمريكي أوروبي على الإمارات العربية المتحدة فستخرج في خلال أقل من 24 ساعة من المناطق الجنوبية. اليوم لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي، ولا يمكن أن يكون هناك حوار سياسي، أو كما يتشدق المبعوث الدولي بأنه لابد من جمع جميع الأطراف وتشكيل حكومة وفاق وطنية وكأننا في سويسرا أو في دولة ما شاء الله أمن واستقرار، ويكون هناك تقاسم للسلطة وما إلى ذلك. نحن في بلد مفكك وميليشيا وعصابات مسلحة هنا وهناك. إذن الحل الوحيد هو أن يكون هناك تيار وطني من داخل هذه الحكومة الشرعية يعني يلملم صفوفها من الداخل ويفرض أمر واقع، وسيجد المجتمع الدولي يتعامل معه، لأن المجتمع الدولي لا يتعامل مع أحد ما لم يفرض أمر واقع في على الأرض. إذن العامل الجغرافي والعامل العسكري يفعل دور. عندما كانت مثلا على سبيل المثال عندما تم يعني محاصرة الحديدة وتبقى حوالي 3 كيلو للوصول إلى الحديدة، رأينا الميليشيات الحوثية تستجيب المجتمع الدولي وتقول أنها مستعدة لأن يكون هناك حوار سياسي وأن تنسحب من الحديدة. بعد ذلك تغيرت اللعبة، نعم. واليوم الميليشيات نفسها إذن، وحتى في عدن عندما وصلت الحكومة الشرعية إلى أبواب عدن، الميليشيات الإماراتية والإمارات نفسها قالت نريد الحوار. إذن أنت أفرض أمر واقع على الأرض سيحترمك الآخرين. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ منصور صالح عضو اللجنة الإعلامية في المجلس الانتقالي من عدن. مساء الخير أستاذ منصور. مساء النور. أهلا بك. إذا برأيك أستاذ منصور بداية، لما فشل عقد مشاورات جدة؟ في واقع الأمر لم أسمع أن هناك فشل، على العكس الأمور ما زالت تسير إدارة حكيمة من الأشقاء في الاتحاد العربي. الحوار جار وعلى قدم وساق، وهناك عملية تنسيق، وهو بطبيعة الحال الحوار غير مباشر في هذه المرحلة، والأشقاء في التحالف هم من يقومون ب
الجلوس مع الأطراف ونقل آرائها مع كل طرف ونقله إلى الطرف الآخر. الأمور ما زالت في بدايتها، لكن الإشكالية هي الآن أننا أمام ما تسمى الشرعية مفككة موزعة على جزر لا موقف موحد لها، وهي في ظل هذه الحالة من التفكك ربما توجد صعوبة قادمة بالنسبة للمعالجات والحلول للأزمة الحالية. المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي موجود في جدة وقدم كل ما يمكن من حسن النوايا في سبيل الوصول إلى نعم يبدو أن الأمر يسير أستاذ منصور، يعني نفس الآلية التي كانت تحدث مع الحوثيين أثناء الحوار، كل طرف يتهم الآخر بعدم استعداده لهذا الحوار، لكن مسؤولون في الحكومة الشرعية منهم الميسري قال لن نتحاور مع الانتقالي ورفض الجلوس معكم على طاولة واحدة، وقالوا إن كان هناك من حوار فسيكون مع الإمارات لا مع أدواتها. ما تعليقك؟ للأسف وكما أشرت أنه هناك حالة من التفكك وحالة من الهزال وحالة من التشرذم بالنسبة للحكومة الشرعية، وهناك حالة للنفي غير المبرر والهروب إلى الأمام. هي الحكومة تحاور ووفدها موجود والتقى عبر الوسطاء وأوصل رأيه واستمع إلى الرؤى المطروحة وقام وعاد إلى الرياض وعرض ما تم مناقشته مع الرئيس هادي وثم عاد مجددا إلى جدة، بمعنى أنه كنا نتمنى ألا تكون تصل الحكومة لهذه الحالة المزرية من عدم الاعتراف بالواقع الذي هي تعيشه. هي عموما من يتحدث عن الحوار مع الإمارات هو يشبه تماما جماعة الحوثي التي كانت ترفض الحوار مع الحكومة الشرعية وتقول أنها تريد الحوار مع السعودية ومع التحالف العربي. نحن هنا وكانت الحكومة تتحجج أو تنتقد ما يقوله الحوثيون في هذا السياق وتقول أنها هي الحكومة الشرعية. نحن في الجنوب أصحاب قضية من قبل وجود التحالف العربي، و هذه القضية اليوم أصبحت على وشك أن تنجز مهامها وأن تنتصر لإرادة الجنوبيين ولحقوقهم ولتطلعاتهم في استعادة دولتهم، لكن نحن لا نريد أن يكون ذلك على أنهار من الدم. نريد أن يكون بحالة من السلاسة وحالة من التراضي ما بين الطرفين، لأنه نحن نفكر بالمستقبل أكثر من تفكيرنا بالحاضر، نفكر بأن نوجد مع أشقائنا. نعم يعني اسمح لي أستاذ منصور، يعني هذا المستقبل هل يأتي بالسلاح وبالعنف؟ يعني ربما كان معنا قبل لحظات لو استمعت إليه الصحفي أحمد ماهر وهو يعد يعني من جنوب البلاد ويتحدث عن كيف أصبحت عدن مجرد غابة لم يعد فيها حتى أبناؤها، الانتقال يسيطر بالسلاح، يداهم البيوت، لا توجد الخدمات. ما الذي تنتظرونه كحكومة، ترون في أنفسكم حكومة، ما الذي تنتظرونه لإصلاح البلاد وإعادة الخدمات وتعميرها؟ نعم، هو للأسف أنا أربأ بنفسي وأن أتحدث عن منشورات فيسبوك واتساب كان قائلها من كان، لأننا نحن أمام حملة مقرفة وهزيلة ومخزية يتبعها الطرف الآخر للتشهير بما يدور في الجنوب وفي عدن تحديدا. نحن في عدن وفي الجنوب اليوم الأوضاع تسير بصورة إيجابية جدا. هذه العملية الحالة من الفبركة للفيديوهات وللصور وللمعلومات المغلوطة التي تقلب الحقائق رأسا على عقب، نحن نشعر بالتقزز أمامها ولا نريد أن نناقشها. نعم، إذن اسمح لي بانضمام الأستاذ يعني ضيفي العزيزين أنت والأستاذ والدكتور عادل، انضمام أيضا الناشط الحقوقي والسياسي عادل الحسني. مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور. أهلا بك. ويعني يرى الأستاذ منصور بأن الحوار لم يفشل بعد ولم يعلن فشله بين الحكومة والانتقالي، على العكس هناك الأمور جارية والترتيبات مستمرة والحوار يعني كترتيب قائم، هل ترى أن الحوار عمليا لم يفشل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أني لا أعلم بأي حوار، كان هناك حوار في أوهام وأحلام العصافير، لكن الحقيقة أنه لا يوجد أي حوار ولا يوجد أي لقاء، لأن الإمارات إلى الآن لم تجلس على طاولة الحوار، وهي يعني أرسلت مندوبين إلى الدول الكبرى على أساس أنها يعني تقدم آراءها فيما حدث في عدن من انتهاكات من ضرب الطيران الإماراتي للجيش الوطني، ولا زالت الأمور تجري مع البريطانيين ومع الأمريكان لتشير ما حصل من الإماراتيين في الانتهاكات التي حصلت، سواء كان على يدها وعلى طيرانها في قتل الناس من المدنيين ومن العسكريين، وكذلك من أطلاق يد الأدوات التي تمتلكها والميليشيات التابعة لها في مداهمة بيوت الناس وشحل الناس وقتل الناس بالهوية وبالبطاقة. لا زالت كل هذه القضايا عالقة، والإماراتيين لا زالوا يعني يفسرون للدول الكبرى هذا الأمر، وأنا على اطلاع أن الأمور تجري على مستوى أكبر، يعني البريطانيين داخلين في الخط والأمريكان داخلين في الخط والإماراتيين ورطوا خاصة ضربة الطيران، والعالم يطالبهم بالكشف. وهل تعتقد أن الحكومة ما زالت على موقفها من رفض هذا الحوار والجلوس على طاولة واحدة مع الانتقالي؟ لا، مبدأ الحوار لا يرفضه أحد، مبدأ الحوار يعني ما يرفضه أي إنسان، لكن حوار مع من؟ الذي لا يملك قراره ولا يملك يعني سيادته ولا يملك سلاحه ولا يملك ماله ولا يملك كل شيء بيد سياده، ما تستطيع تحاور، من العيب أنك تحاور هذا الأنواع. لكن بالنسبة للإماراتيين يعني هم كما قلت لك يعني عن طريق البريطانيين بدأوا في حوار غير مباشر، يعني في تبرير الجرائم التي ارتكبوها وخاصة ضرب الطيران، ولا زال العالم يطالبهم بكشف الأسماء التي اتهموها بالإرهاب، والآن لم يستطع الإماراتيين أن يوصلوا إلى دقة المعلومات في ضربة الطيران التي حصلت، وقد ورطوا في هذا الأمر. نعم، إذن أستاذ منصور، يعني هناك من يرى بأنه كيف يمكن الحوار مع طرف لا يمتلك حق القرار ولا يمتلك السلاح ولا يمتلك شيء، هو مجرد أداة بطرف يد أخرى، كيف يمكن الحوار معكم؟ هو أكثر ما يضحك في الأمر أنه من يتحدث عن الأدوات هم أقل حتى من أن يكونوا أدوات، يعني إن كان من يعتقدون أنه هناك أدوات فهم لم يرتقوا بعد ليكونوا نعم لا لكن اسمح لي، يعني هم لم يعلنوا انهم سيكونوا دوله، انتم من اعلنتم انكم ستكونون دوله، ونعلم تماما مدى تحريك الامارات لكم. نعم استاذه، نعم تفضل. المجلس الانتقالي الجنوبي هو كما قلناها مرارا وتكرارا لم يطلب الحوار مع هذه الحكومه، وهو على الارض ولديه القدره لان يحمي ارضه وان يدافع عنها رغم كل ما يقال من محاولات للتقليل أو للتشهير أو للإساءة. هو ذهب للحوار تلبية واحتراما وتقديرا لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأشقاء في التحالف العربي. من لا يريد أن يتحاور، نحن لم نذهب لنستجدي حواره، نحن ذهبنا من أجل التحالف، ومن يأتي كان بها، نحن طلاب سلام وطلاب حوار، و لا يمكن إلا أن نكون مع المنطقة. يعني حتى أهدافكم تعلن عنها أنها لأجل الآخر أستاذ منصور، يعني كنت أتمنى أن تقول نحن ذاهبون لأجل اليمن، لأجل الجنوب، لأجل أي شيء، ذهبتم لأجل التحالف. نعم، نحن نقول احتراما للتحالف، لكن بما يحافظ على مصالح شعبنا الجنوبي وبما يؤسس لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا الجنوبي التي وأن تعارضت مع أي جهة فسيظل شعبنا المشكلة أستاذ منصور أنكم يعني من لا يتفق معكم لا ترونه جنوبيا، يعني لدي ضيفين هما من أرض الجنوب، ولكنك يعني تنفي عنهم. لا يعني بحديثك أنت تقول أن أنكم أنتم الوحيدون ممثلو الجنوب وأن الانتقالي هو ممثل الجنوب، لستم الممثلون الوحيدون للجنوب. إذا اسمحي لي لو سمحتي، نحن حينما نقول مجلس الانتقالي الجنوبي فنحن نتحدث عن قوة سياسية مفوضة من الشعب الجنوبي من أغلبه، ولا نتحدث عن 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 كلية. نحن نتحدث عن قوة عسكرية وعن مقاومة جنوبية وعن جيش جنوبي باسل، اليوم هو من يحمي حدود الجنوب ويقاتل حتى في الشمال. إن كان هناك من يعتقد أن هناك قوة موجودة يمكن أن يصل معها إلى حلول في الجنوب فليتفضل يحاورها، من كان ايضا يعتقد انه سيصل بحلول بالتفاوض او الحوار مع الاشقاء في الامارات فليتفضل، نحن على ارضنا.
إن كان هناك من يعتقد أنه سيصل إلى حلول تتعلق بالجنوب وبقضية شعب الجنوب وأن يلتف على تطلعات وأحلام وإرادة شعب الجنوب مع جهة غير المجلس الانتقالي الجنوبي فليتفضل، ليست لدينا إشكالية، بإمكانهم سيذهبون ثم يعودون للبحث عن موقف وعن رضا وعن تقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، لأنه أساسا القوة السياسية والقوة العسكرية وهو أيضا المفوض شعبيا وهو من أيضا من يحظى بالتفاف الشارع الجنوبي. نحن لا نخون أحدا، نحن لا نقصي أحدا، إنما نقول كل من هو موجود على الساحة وهو جنوبي أهلا وسهلا، لكن إذا الواقع مختلف تماما عما تتحدث به، ولكن أقدر أن هذا مجرد حديث لوسائل الإعلام. شكرا جزيلا. هذا هو الواقع على أساس لا نعرف نحن الواقع. شكرا جزيلا لك أستاذ منصور صالح، عضو اللجنة الإعلامية في المجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ عادل. أستاذ عادل، يعني معروف أن الإمارات هي راعية الانقلاب وهي من نفذته وهي من تمده بالسلاح، لكن المستغرب هو موقف الرياض. يعني من الملاحظ أن مواقفها الأخيرة تحاول فيها جبر خاطر الإمارات كما يقال، ولا يختلف كثيرا عن موقف الإمارات الداعم للمجلس الانتقالي. ما هو رأيك؟ والله السعودية خلال 4 سنوات مضت هي فشلت فشلا ذريعا في اليمن، واليوم هذا التيار الذي أتت لمحاقبته هو يضرب المملكة العربية السعودية العمق، ضرب أرامكو وهي أكبر الشركات البترولية على مستوى المنطقة، فهي تعاني من ضعف شديد وكبير في الصراع في اليمن، وعندها الهاجس أنها لا تستطيع أن تستغني عن الإمارات، والإمارات الحقيقة هي التي دمرت عاصفة الحزم ودمرت التحالف وشرعت في اهداف واجنده خاصه بها، وبنت هذه الميليشيات والمعسكرات الخاضعه لها التي لا تعترف بالدوله اليمنيه ولا بالقانون الدولي ولا بالمؤسسات ولا بالقضاء ولا بالنيابه. انتهى كل الحرمات والبيوت والاعراض في واضح انها على مرأى ومسمع العالم كله، وحقيقه انهم وصلوا لمرحله حتى لا يستحون الكذب امام وسائل الاعلام، اصبح الكل الصغير والكبير والمرأه والذكر والانثى والمسلم والكافر والبر والفاجر يعلم قضية صنيعهم. في هذه الليلة في هذا المساء داهموا بيت القيادي في المعلى الخضر العابد وانتهك حرمة البيت والنساء والأطفال، ونزلت أنا على صفحتي صور البيت كيف أطلق الرصاص على كل شيء في البيت. بالنسبة لهذه الأدوات يعني الشعب اليمني كله من أقصاه إلى أقصاه عرفهم ونبذهم وأصبحوا في مربع ضيق، والإمارات هي أيضا نفسها حشرت نفسها في مربع خطير جدا، خاصة بعد القصف الجوي. أنا أكلمك عن فهم وعن دراية أنها أوقعت نفسها في مأزق كبير جدا، ولا تدري كيف ستخرج نفسها من ضرب جيش من ضباط صف ضباط من أفراد تدربوا في التحالف، أرقامهم موجودة في المملكة العربية السعودية تدربوا في شرورة، ومن أعطاهم السلاح ومن يصرف لهم الراتب، كيف في عشيتهم وضحاها يتهمون بالإرهاب. هذه الملفات التي ينبغي أن تناقش. أما بالنسبة لهذه الميليشيات والمعسكرات ففي الاخير هم من ابناء اليمن، واذا تم الحلول مع التحالف فسيتم دمجهم في مؤسسات الجيش والامن، واذا شكلوا لهم حزب سياسي فمن حقهم. اما ان يتكلموا باسم اليمن او باسم الجنوب فهذا وراء يعني هذا اصبح لا قيمه له. نعم، اذا شكرا جزيلا لك عادل الحسني الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يبدو أن يعني ما يراد له عمليا هو تطبيع الأمر الواقع، أن يبقى كل طرف في المناطق التي يسيطر عليها، ربما سعيا لوضع الأقاليم التي محددة ولكن مع اختلاف بسيط أن تسيطر أو توزيع النفوذ ما بين الإمارات والسعودية. لا يوجد تقدم في منطقة على الأخرى ويبقى الحال على ما هو عليه، وربما يعني خلال شهر كلما وكما قلت حاولت الحكومة التقدم تم إيقافها بقرار أو ببيان. هذه الخطوة ليست مضمونة، لأنه يعني إذا صح التعبير بأنه ما يجرى حاليا من أجل تثبيت حدود الأقاليم وما إلى ذلك، من سيتحكم في المشهد عسكريا على الأرض في المستقبل؟ ميليشيا مسلحة.
الآن الميليشيات المسلحة، عندما نتحدث عن هذه الميليشيات المسلحة التي أنشأتها الإمارات في المناطق الجنوبية، نتحدث عن عشرات الآلاف، نتحدث عن أسلحة ثقيلة ومتوسطة. هذه الميليشيات قد ربما تخرج في أي لحظة ويعني وتنتهك القوانين وما إلى ذلك، وبالتالي من المستحيل أن يتم تثبيت ما يسمى بالخارطة الجغرافية أو إعادة رسم الخارطة الجغرافية من أجل تثبيت يعني مخرجات الحوار الوطني بهذه الطريقة. هذه الطريقة يعني ليست مضمونة، وبالتالي هي تمهيد لموجات عنف قادمة، لأنه مخرجات الحوار الوطني واضحة، وبالتالي إذا أردنا أن يتم تثبيت هذا المشروع على الدولة الاتحادية فليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة. هذه الطريقة معناته أنه سيكون هناك لدينا يعني عناصر أو ميليشيا على أسس جهوية ومناطقية وقبلية ومذهبية وطائفية وما إلى ذلك، وهذا ليس من صالح البلد في المستقبل، لأنه إذا أردنا أن يكون هناك أمن واستقرار معنى ذلك أنه لابد من تطبيق القانون. كيف تطبيق القانون؟ أولا هزيمة هذه الميليشيات المسلحة إما عسكريا أو يعني محاولة جذبها إلى طاولة الحوار، ومن ثم يعني أن تتحاور مع ناس عقل. هؤلاء ليسوا عقل، هؤلاء لا يمثلون يعني سواء كان الجنوب وما إلى ذلك. يعني الآن عندما يقول هذا أنه ممثل لشعب الجنوب، عن أي شعب يتحدث؟ هذه عصابة جاءت من بعض المناطق الجغرافية في جنوب اليمن والكل يعرف ذلك. أبناء شبوة رفضوها، أبناء حضرموت يرفضونهم، أبناء المرة يرفضونهم، أبناء سقطرة يرفضونهم. إذن عن ماذا يتحدث عن شعب الجنوب؟ لو كان هناك لو كانوا يريدوا أن يكون هناك مثلا دولة اتحادية أو حتى أن يكون تقرير المصير، فليس بهذه الطريقة، ليس بطريقة القتل والقمع والقتل المناطقي والذبح بالسكاكين وما إلى ذلك. إذن الدول الإقليمية التي تتحكم في المشهد عسكريا تحاول رسم الخارطة الجغرافية بما يتناسب مع مصالحها الخاصة، ولكن في المحصلة وفي النتيجة هذا لا يصب في صالح المجتمع اليمني، ولا يصب في صالح السلم الأهلي والنسيج المجتمعي داخل الجمهورية اليمنية، بل يصب في صالح جماعات العنف المسلحة. معنى ذلك أنه جماعات العنف المسلحة هي التي ستستفيد في المستقبل. يعني هل من المعقول أن مثلا المجلس الانتقالي أن يتولى إقليم عدن بهذه العقلية؟ هل هذا يقبلها العقل؟ من المستحيل. هل سيقبل اليمنيون في مناطق الشمال أن تدير حركة ميليشياوية حوثية إقليم آزال بهذه العقلية المتخلفة وبهذا الفكر الدخيل الأيديولوجي القائم على حق الولاية وما إلى ذلك؟ هذا من المستحيل، هذه عصابات. وبالتالي عندما يعني على أن نقرأ تاريخ الحروب جيدا سواء في أفريقيا أو في آسيا أو بعض في أمريكا اللاتينية، أنه لابد من هزيمة العصابات المسلحة، من بعد ذلك يمكن أن يكون هناك حوار سياسي وما إلى ذلك. إذن المستغرب دكتور عادل أنه لم نشهد مواقف لا من الرئيس هادي ولا من نائب علي محسن ولا من رئيس الوزراء معين، يعني هناك سلة فقط من الوزراء الذين ظهروا وأظهروا مواقفهم تجاه ما حدث في عدن. لماذا برأيك؟ هل هناك يعني ضغوطات عليهم؟ هل هناك رضا بما يحصل؟ ما الذي يحدث؟ طبعا نحن نعرف جيدا بأن الحكومة اليمنية هي حكومة ائتلاف وطني من كافة الأحزاب السياسية، وهذه الأحزاب لديها تصفية حسابات فيما بينها. يعني مثلا نحن لا نريد أن يسجل موقف سياسي سواء لنائب رئيس الوزراء أو نائب رئيس البرلمان أو ما إلى ذلك. رأينا كيف اتخذ الرئيس البرلمان اليمني ورفض أن يصدر تصريح سياسي ضد الإمارات العربية المتحدة. الحكومة اليمنية متواجدة في الرياض، وبالتالي هي تستمع لنصائح الرياض. من يمول هذه الحكومة هو الحكومة السعودية، وبالتالي من المستحيل أن تقوم بأي عملية أو بخطوات يعني حقيقية على الأرض دون أن تستشير الحكومة السعودية. لكن من الذي أضعف هذه الحكومة؟ من الذي أوصل هذه الحكومة إلى هذا المستنقع؟ هو التحالف العربي، لأنه أنشأ ميليشيات مسلحة. طبعا من الذي الآن من يتحكم في الميليشيات الجنوبية؟ كانوا أعضاء في الحكومة اليمنية، كانوا محافظين وكانوا وزراء وما إلى ذلك، ودعمهم التحالف العربي ضد الحكومة اليمنية. إذن من الذي فكك الحكومة اليمنية؟ هو التحالف العربي. الآن سلطان البركان يدين بالولاء المطلق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا رئيس برلمان الدولة. يعني إذا كان رفض أن يخرج بتصريح سياسي ضد الإمارات، ما الذي يتوقع من الآخرين؟ معنى ذلك أن السلطة لا يوجد تناغم ولا يوجد يعني هناك تنسيق مشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية وما إلى وسلطة الرئيس أيضا. إذن السلطة الرئاسية أو السلطة الرئيس نفسه وأيضا حكومته وأيضا البرلمان ليسوا على يد رجل واحد، مع ذلك أنه كل طرف يريد أن ينفذ الاستراتيجية الخاصة بها. وبالتالي رأينا هذه الاختلافات، ورأينا يعني اختلاف وجهات النظر، ورأينا تصريحات من هنا وهناك، ولكن هذه التصريحات لا يعني
ليست يعني لن تزيد الطين الا بله ولن تفيد المواطن اليمني، هذه عباره عن كسب مواقف سياسيه. يعني اذا ارادوا هؤلاء ان يكون لهم موقف وطني فعليهم ان يشكلوا تيار وطني داخل الجغرافيا اليمنيه، ان لا يصرح لوسائل الانباء وما الى ذلك. هذه الدوله منزوعه السياده، منزوعه القرار، هذه الدوله متواجده خارج الجغرافيا اليمنيه لاكثر من 4 سنوات، ومن يتحكم في المشهد عسكريا هو الاطراف الاقليميه. المملكه العربيه السعوديه تضغط على هذه الحكومه والحكومه اليمنيه غير، يعني انا من وجهه نظري وباعتقادي ان الحكومه اليمنيه غير قادره على تثبيت الامن والاستقرار داخل المناطق المحرره ما لم يكن هناك ضوء اخضر سعودي، او ان تغادر الرياض ومن ثم يعني تعيد ترتيب اوراقها على الارض قد ربما انها تحدث شيء في المستقبل. اذا شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشيل الباحث السياسي، كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. اشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعايه الله وامنه.